المهم أعود أعتذر الحالة، أجريت عملية جراحية على العين ولا يسمح لي ملاحظات، أغسل وجهك، حيد اللحية، ما عنديش الحق، ماشي ما عنديش الحق، عندي الحق نديره ولكن غنضر راسي وصافي، فغير مسألة وقت، وأنا راض على نفسي كما أنا. انا هو انا، نغسل وجهي، شغلي هذاك، انا ما غسلتش وجهي، انت مالك، اش ضرك انت على عين؟ كتعرف هذيك الاغنيه، او مالولو او مالولو، حطيت الطبيله خويا، حطيت الطبيله خويا، حطيت الكيزان، أو مالولو يا أملو يا أمالو. بغيت نوجه واحد الرسالة قصيرة للأخ بدر صاحب قناة نقاش. يعني الابتسامات الأولى اللي كانت عندي النهار اللي شاهدتك أول مرة، وماشي غير أنا، بزاف الأصدقاء، يعني واحد الإنسان متزن بأنه ما كيمشيش مع الرياح، يعني عنده مواقف ثابتة. أخشى ما أخشى عليك أنك ما بقيتيش في ذاك الخط. علاش؟ ولا الولاء الأعمى؟ انا ما عنديش مشكلة بانك تكون تشجيع ولا، لكن الولاء لدرجة انك ما كيبقاش يبان لك حتى الاخطاء ديال الاخر. يعني انا قلت بان هذا زوين، صافي غنبقى نقول زوين، واخا يدير اخي يقرب لها كاع. لا يا اخي بدر، خويا بدر، وجاك ماشي ديال داك المشاكل، خليك بعيد على هذاك الصراعات، لأنك أنت تتعامل مع واحد الإنسان أحمق، ربما ما بالكش وبالك فيه شي حاجة، ولكن ها الأيام بيناتنا. إلا جينا نقارنو بين جوج ناس تنازعوا على أفكار، انا كنظن بان التشفين متناقش معك على افكار، ايها مدرسات الحياة ديال المدرسات الجدارية، انت دخلتي لعندو، دخلتي غير باش تبان، يعني واحد شبه تعاطف ولكن فيه التراس، مسكين غير حمار ما قاريش. انت القارية الخاري، خويا بدر، واش الدولة المتحضرة بهذا المفهوم اللي كاين دابا حاليا تبنى على أشخاص؟ إذا مات الشخص ماتت الدولة، مبقاش خاصنا نقلبوا على شخص آخر يحيي الدولة، هو الفكر القائم هو اللي كيخلي التريكة، ماشي الشخص مول كوتشيفال، ما عرفتش منين لحتو هاد الأقدار. والله يعني شف اليوتيوب تاعيته 20 عام وأنا كنشوف، والله ما شفت بحال هاد القادورات، منين كيطلعوا هاد القزاعي، هاد القزاعيين. خويا بدر، انا احترم انك ما كتدخلش اللعيب، ولكن كتاخذ مواقف ضد ناس اخرين ما داروا لك والو. الا كانت هضرتي عليا انا وعلى الدين الاسلامي ومحاربته، وانا ساحاربه الى ان اموت،
العلوية العلوية هي عدوة الشعب، والعلوية مبنية على الدين، ما يمكن لكش تحارب العلوية بلا ما تحارب الدين، غير باش ندخلها لك في راسك. راه الركيزة ديال العلوية هي الدين، وانا ماشي كنحاربه لانه يعني كذبت عليه ولا التفكير خرافي، هذاك التفكير خرافي اللي يطلع القمر واللي نزل من الجبل واللي كينكح الاطفال عندهم 6 سنين ولا كيتزوج بنت ديال ابو بكر قواد اخر، بنته عطاها عندها 6 سنين، هذا دين غتمشي عليه انت، وغنبقى نتصنت لهذا ابو بكر، هو بنته عطاها لواحد النكاح ما يرحمهاش، كان الله في عونها، ما كرهناش كون كان شي تسجيل اشنو في ديك الغرفة ديال النوم، اشتكت وبكت هذاك القنفوح اللي راكب عليها. المهم اذا كانت العلوية ضد شعب، حنا كنتفقين عليها، هادي كتفقوا عليها، وكتجيو حتى للدين، راه انت خاي حميد المغاربة مسلمين، علي ان انافق، خصني نلعب. اذا انتم منافقين، كتهضروا ديك الهضره غير باش تجبدوا الناس، انا ما كنافقش الدين، وهذيك الدولة الإسرائيلية العلوية كيف كيف خراب، وهذيك الدولة مبنية على ذاك الخراب الفكري، الإسلام خراب فكري، منعكم من تقد 1500 سنة ما درتو حتى حزقة في حياتكم، علمكم على الاغتصاب والاعتداء، وقاتلوهم أعدوا لهم فكرا، ما كاينش، أعدوا لهم فكرا، ما كايناش عندكم، ما كانش عندكم أفكار أيها الجراثيم القريشية. واش أنت قريشي أخويا بدر؟ أصبحت قريشيا؟ أنا كنت كنعتقد بأن من الجنوب الشرقي ديال المغرب، ما نعرف ما نعرف، وليتو كتشكونا في المواقف ديالكم، بأنني أنا خصني واش حنا في حاجة إلى قائد، وكنظن بأن بلقزيز قالها البارح، إلا مات بلقزيز مات الفكر، الفكر جمهوري مستمر. إلا مات هاد الكعلوز داك مول الزنطيط، غتوفى تنتا معاه صافي، ما كاين تحد، ماشي كلاش، ولكن كنتمنى بأن إلا كان عندك هاديك واحد شي حاجه في الصدر ديالك ان تنتقد، تنتقد، ما كاين حتى انتقاد عند هاد المدرسه الجداريه، على الاقل نصيحه، اولا يعني يا انا معاك، ولكن في هاد القضيه مني كاين عات، هو المغاربه المجاعيف الفقراء ابناء الفقر، ما تقدروش تفكروا، وانا كنظن بانك كنت انت من ابناء الفقر، والاخ العزيز قدور كان فقيرا ولا يزال فقيرا، انا غير ما كنقدرش نهضمها، عرفتي شربتي واحد الكينه وبغاش تسرط لي، كانت قيه هي الفكره ديالكم نتوما،
ان واحد الانسان كيقول لكم انتم ابناء الفقر، وهذا ابناء الفقر تيقول لك راه هذا هو القائد. نحن نحتاج، هذه هي الملكية. ديما خص تكون الرياضة واحد شي واحد يحكم، هذا هو النزعة الملكية، نزعة العبيد. خص شي واحد يكون الفوق يحكم. ما لقيتو ما تحكمو، حكمتو ولد العكاري. ايوا ترى مصيبة عندكم، نتوما أحقر من الحقراء والحقيرون. ذهبت أفكاركم ودراساتكم، ذهب واقعكم، ما بقيتوش كتعرفوا الواقع ديالكم نتوما. اللهفة وراء التغيير دفعتكم بأن تقبلون بأي تغيير كما بغى يكون. أنا بغيت التغيير من غدا، من البارح، قبل من اليوم. ولكن ماشي هاد بوزنطيطة هادي كوت شوفال. كيقول لي انت حقير وفقير وابن الجوع وعمرك تفكر. ف خويا بدر، ماشي نصيحة، غير ملاحظة. أنا كما قلت لك ماشي أنا الوحيد، الناس اللي دلوني على القناة ديالك وشكروك، واحد الإنسان منصف متزن، إياك وإياك هتخرج على الطريق. السؤال لك، هذاك مول كوتشوفر مفترس غيضرب التشفي، اوكي، شدهم بجوج انت وزنهم قبل ما تمشي مع هذا ولا هذا، وزنهم هذا اش دار هذا واش دار هذا اش قال هذا واش فينا هي الخيانة عن التشفي، وانت الثقة العمياء في الجهة الاخرى. انا تنقول لكم هذاك وجه القزيبة، قسما لا زمن. إذن مشري مديور لهاد الناس هنا باش يضربوا الأحرار. هاد القوزاعي لا ملكي، أنا وأنا جمهور. كيفاش تكون لا ملكي ولا جمهوري؟ كيفاش كي درتي له؟ الجمهوري يعلن موقف، ما بغيتش الملكية. انت ما بغيتيش حتى الجمهورية اللي كيعلنوها. الخلافة هي اللي بقات، وفمك كتقول انا نحكم عليكم وخلينا ولدك. اجي قالوا الخوت ناقصك شي حاجة اخرى، ولد العكاري دير إمارات المؤمنين، أتجي معاك. وخا مرة مرة كتقول الله ينعم دين ربكم ودين، يعني نحيدوها لك. أنت مسلم كافر ماشي مشكلة. التحية وداكشي يلاه تهلاو في راسكم، نلقاكم بعد غدا. بيتيشن أو إذا زين.